مزيد حول الأسواق العالمية ينضم لي بالاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك. خلينا نبدأ بالدولار وقصة الرعاية الصحية، أكيد كان لها دور سلبي على التراجعات القوية اللي شفناها على الدولار يوم أمس. نعم بلا شك كانت لها تأثير كبير على تراجعات الدولار الأمريكي، حيث عززت من أجواء عدم اليقين عدم الوضوح طبعا والتشكيك بإمكانية إدارة ترامب أن تمرر المزيد من البنود. كما تعلمين فاطمة، يوجد هناك يعني هذا البند يعتبر من أهم البنود التي نادى فيها دونالد ترامب وأكد على أنه سوف يتمكن بها دونالد ترامب في الوقت الحالي. هذا يعتبر في نوع من التغيير السياسي أو الضغط السياسي إجمالا الذي بلا شك أثر على تعاملات الدولار الأمريكي، وقد يستمر تأثيره على تعاملات الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، خصوصا مع بروز عملات أخرى حاليا وعلو كعبها في الوقت الحالي نتيجة إما تشديد في السياسة النقدية أو توجهات نحو تشديد السياسة النقدية. رائد، صار له 6 أشهر دونالد ترامب موجود في كرسي رئيس الولايات المتحدة، والأسواق تفاعلت بشكل كبير وارتفعت بشكل كبير على خلفية أنه هو حيتحرك وحيقوم بما وعده خلال الكامبين. هل هذا اللي بيخلينا نشوف الأسلوب سلبي شوية على الدولار وحتى الإكويتيز؟ بلا شك هذا اللي نحن حاليا قد نشهده في الفترة الحالية، مزيد من التصريحات أو الأمور التي تخرج من داخل البيت الأبيض أو من داخل السياسة العالم السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يضغط على الدولار الأمريكي ويسبب ضغط كبير على الإكويتيز أو على الأسهم إجمالا، وممكن نشهد عملية تصحيح كبيرة لأغلب الارتفاعات التي كانت خلال الفترة الماضية، لأنه أي مشروع جديد سيحتاج وقت طويل حتى يدرج. نعم. خلينا نتحدث عن اليورو، عن اجتماع الـ ECB غدا واستقرار شوية شفنا على اليورو دولار متراجع بعض الشيء ب 0.2%، ولكن يبقى من أحسن العملات اللي تحركت خلال الفترة الماضية. تزداد أهمية اجتماعات المركز الأوروبي ابتداء من هذا الاجتماع والأشهر القادمة، سوف نركز بشكل كبير على اجتماعات المركز الأوروبي وعلى تصريحات ماريو دراغي، لأنه يتجه نحو تشديد السياسة النقدية، إمكانية تقليص في برنامج التيسير النقدي الذي هو بحوالي 60 مليار يورو شهريا. أي حديث حول إمكانية تقليصه، كيفية التقليص، التوجه نحو تشديد السياسة النقدية سوف يعطي مزيد من الزخم لتعاملات اليورو، وقد يقفز اليورو مستويات المقاومة بعيدة المدى عند مستويات 1.20 وقد يتجاوزها بالاتجاه الصاعد، ويعتبر ذلك تغيير عام في اتجاه اليورو أمام الدولار الأمريكي على سبيل المثال، وعودة إلى ترند صاعد يعيدنا إلى مستويات 20 وما فوق خلال الفترة القادمة إذا ما كان هناك تأكيد على تشديد السياسة النقدية وتقليص برنامج التيسير مع جدولة زمنية لهذا التقليص. على كل، رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا. اليورو